العزيز علي سعود حفظه الله، مشاعرك سلنا مشاعرك في حضور خادم الحرمين الشريفين لهذه المباراة. والله صراحة حضور خادم الحرمين الشريفين شرف لنا كشباب، يعني نفتخر بحضور الملك في هذه المباريات ودعم لنا يعني كشباب في جميع المجالات الرياضية. من تتوقع فوز الفوز في المباراة، الأهلي أو النصر؟ والله أتوقع فوز الأهلي، كونه منتشي بالبطولات وتوه ماخذ الدوري معناته النصر يبغى يعوض يعني الآن على نهاية الموسم أخذوا البطولة، لكن إن شاء الله أهلاوي بإذن الله. صف لنا مشاعرك بحضور خادم الحرمين الشريفين في نهائي كأس بطولتك. والله حضور خادم الحرمين الشريفين يعني شرف لنا، يعني شيء ما يصف حقيقة، وبإذن الله كأهلاوية إن شاء الله ناخذ الكأس من حق الملك سلمان بإذن الله. إيش معنى أنك تقول الأهلي هو اللي ياخذ البطولة، ليش ما يكون النصر؟ لأن الموسم ذا موسم الأهلي، أخذ الدوري ورجله باقي في الملعب، لكن النصراوي ما حق بطولات ولا يعني كأرقام وكمرئيات الأهلي أفضل. أكيد الأهلي. صف لنا مشاعرك كشاب سعودي في حضور خادم الحرمين الشريفين لنهائي بطولته. حياكم الله أولا، ونتشرف بالمقابلة معكم في قناة الرياضية. الحقيقة أتشرف والله أني أحضر مباراة الكأس خادم الحرمين بين النصر والأهلي، ومن قلب الاتحاد يتمنى أن النصر يأخذ الكأس. إيش السبب أنه الاتحاد تطمح النصر يأخذ البطولة؟ والله الحقيقة خلاص الأهلي أخذ بطولة الدوري عاد تكفيهم، المتبقى إن شاء الله للنصر والله يوفقه. كمرئيات النصر هو الأفضل؟ والله إن شاء الله أنه نقول الأفضل في المباراة عاد. إن شاء الله النصر. في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مقبل وقريب بإذن الله تعالى، صف لنا مشاعرك بتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه المباراة. أول المباراة هذه ما فيها خاسر، وجود خادم الحرمين الشريفين بعد التجاذبات السياسية الآن ويحضر ويشرف ويرعى نهائي يا أبناء الشباب، هذه في حد ذاتها مفخر لنا كشعب سعودي وكرياضيين. فوجود خادم الحرمين الشريفين هو تشريف لنا وتاج على رؤوسنا ونهائي ولا أجمل. طيب بما أنه هذا النهائي بيكون بين الأهلي والنصر، فتوقعاتك لنا؟ والله شوف أنا أتمناها أهلاوية وأتوقعها أيضا أهلاوية، لكن إن ذهبت إلى النصر فالنصر عالمي يستحق. طيب خلينا كماديات وكأرقام وك على أرض الميدان، الأهلي أم النصر؟ أنا بالتأكيد الأهلي، الأهلي أفضل بكثير. هي منطق كرة القدم يقول الأهلي، ولكن كون كرة القدم لا منطق لها وخاصة في النهائيات، وخاصة أيضا النصر فريق كبير يعني، فما تتوقع أو ما تجزم بالنتيجة، لكن أتوقع أهلاوي. عبد العزيز الغامدي، ترجم لنا مشاعرك في حضور سيدي خادم الحرمين الشريفين لنهائي بطولته، وإيش يعني لهذا الشباب؟ والله مشاعر، أول شيء مشاعر كبيرة، يعني مو للشباب يعني للشعب كامل، حضوره بحد ذاته يعتبر يعني بحد ذاته بطولة، وإن شاء الله عاد تكون مباراة تليق بالكرة السعودية بإذن الله. التوقعات أتوقع للأهلي. النصر تحت ضغط كبير، الأهلي طالع من بطولة الدوري ومنتشي بالفوز يعني، لكن كتوقع اتوقع للاهلي. اخوي عبد العزيز، عطنا اوصف لنا مشاعرك او ترجم لنا مشاعرك بحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين لنهائي كاسه. اكيد هو نهائي مشرف بيكون بين الاهلي والنصر، وحضور شرف كثير للجماهير بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واكيد بيكون فيه خاسر وفائز، والفائز نقول له الف مبروك وان شاء الله تكون اهلاوي. ان شاء الله تكون 3-1 للاهلي. أستاذ علي، عطنا انطباعك عن تشريف خادم الحرمين الشريفين لنهائي كأس بطولته. انطباعي كانطباع أي مواطن سعودي طبعا، شرف لكل الشباب والشعب السعودي تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للمباراة النهائية على كأسه حفظه الله بين فريقين عملاقين، الأهلي من جدة والنصر من العاصمة، وطبعا هذا شرف لكل فرد من افراد الشعب السعودي، ويا ليتنا احنا اهل الباحه ان نستطيع ان الحضور الى الملعب يعني يشرفنا ذلك يعني.
طبعا يتوقع النادي الاهلي لعده اسباب. السبب الاول انه مكتمل الصفوف وحصول على الدوري كاقوى دوري عربي في الدوري العربي قبل يومين، ووجود الرئيس الفخري له صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبد الله واعضاء الشرف الفاعلين. وفريق الاهلي الاحظ انه كاقوى فريق الان في المملكه العربيه السعوديه، يعني يمثل المملكه العربيه السعوديه بحق يعني. والنصر طبعا باكيد فريق برضو يعني فريق قوي وفريق ما يحتاج يعني فريق قوي وفريق منافس يعني. ليش لا لانه احنا الفرق السعوديه كلها ما شاء الله يعني فرق، خاصه الاربعه الكبار اللي هي الاهلي اولا طبعا والهلال والنصر والاتحاد والفرق الاخرى. بس السنه هذه كان الفريق المميز يعني فريق الاهلي لانه تميز بعده اشياء. انا لاحظت في المباراه النهائيه جايبين لقطات عن الاهلي اللي هو ماخذ الهداف الدوري اللي هو عمر الصومة، ماخذين النقاط مجموعه النقاط، ما انهزم المباراه واحده كذا نقطه يعني في الاوائل دائما الاهلي. فالاهلي انا بالنسبه لي ارشح الاهلي وانا اشجع الاهلي يعني طبعا. أنا سعد من متابعك ومشاعرك عن تشريف خادم الحرمين الشريفين لنهائي كأس بطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. تشريف خادم الحرمين الشريفين يعكس ديدا اهتمام هذه القيادة الرشيدة في دعم وتشجيع الشباب السعودي وتشجيع الرياضة السعودية بشكل واضح وكبير وبشكل لا يمكن وصفه، يعني تعجز الكلمات في وصفه بحكم انشغالات سمو والدي خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه يحرص على تشريف وتشجيع أبنائه وتشجيع الرياضة السعودية بشكل عام. الفريقين كبيرين في البداية. الأهلي قدم موسم رائع جدا في جميع البطولات. نفسية اللعيبة الآن أو اللاعبين جميع المعطيات تقول أن الأهلي أقرب وأوفر حظ أنه يفوز. يظل النصر نادي كبير، ولكن استقالة سمو الأمير فيصل بن تركي الآن قد تكون دفعة معنوية، دفعة إيجابية للاعبين لتقديم شيء كهدية وداع لسمو الأمير فيصل بن تركي.